عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. بعد ما تعرفنا على كيفاش نكومبوزيو أغنية بطريقة سهلة ديال لوتو أو لا القرعة، كنلقاو لي نوت ومن تما كيبداو ليماجيناسيون ديالنا كتبدا تخدم. كيما كتعرفوا مخرج سينمائي خصو يكتب سيناريو. كيفاش كيكتبوا؟ كيجلس كياخد ورقه وكيحلم وكيبقى يكتب 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 حتى كيكمل فيلم. كذلك رسام كيحط ورقه خاويه وكيشد الالوان كيبقى يرسم داكشي اللي كيتخيلوه هو. فكذلك الموسيقى حتى هي كتخرج من الداخل. لقينا لي زاكور ولقينا البدايه تاع الميلودي. دابا ما عليك غير انت اللي خصك تبدع. يلا نبدعو جميعا. الو، بعد ما حصلنا على لي تروا زاكور اللي هما دو مي مينور اي سول، ومن بعد لقينا الميلودي ديالها، دابا غادي نبداو نحاولوا نقلبوا على لي زاكور اللي تناسبوا ليا مع هذوك الميلودي اللي خرجنا من بعد. اجي نعطيكم ان اكزامبل. دونك دابا غادي نحاولوا نبدلوا اكور. غادي نبداو بالمي مينور، يعني مي مينور هي لا تييرس ماجور ديال الدو. الوغ غادي نديرو مي مينور وغادي نمشيو للدو، ابري نمشيو للسول ونسمعوا كيفاش غادي تجي. سي ديجا با مال. دابا غادي نجربو نبداو في السول، هي لاكانت ديال الطو. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة غادي نقترح عليكم سول مي مينور اي دو. دونك غادي نرجعو بالمقلوب. هادي جاتني زوينه، دونك غادي نخليها. دابا اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نكتبو لي نوت في راسنا. غادي نبداو نغنيو غير بوحدنا، ترارارا تيرارارا باراباب. غادي نجربو هادي ترانا.
غادي نجربوها ونشوفوا شنو غادي تعطي. جات مخيرة ساتابا لا ميدر غي تارارام تارارام لارارارام ألوغا ديرو ليها هنا شنو درنا دارا سول غي اي لا باس لعبت لا تييرس ماجور ديال غي و في ليبيا بيان سور غي بيبيدر هنا غنديروا ليها لا مينور دابا عندنا تقريبا لو كوبلي كله دابا غادي نقلبوا على الرفران الوغ اشنا هو الرفران الرفران هو طرف من الاغنيه اللي كيكون مورا الكوبلي وهو كيبقى يتعاود ما كيكونش طويل وما كيكونش قصير بزاف وهو كيكون كيتعاود ما كايناش شي اغنيه اللي كدار بلا الرفران الوغ غادي نجربوا نبداو الرفران من صول ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra ta 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 سي ديجا مشيت مع الاغنيه وكملت الرفرا الو غادي نسمعوه من الاول وبالرفرا
فوالا دابا حطينا الرفراه، دابا اش غنديروا؟ غادي نقلبوا على الانترو اي الفينال. ها هو مورسو عندنا كامل. بعد ما ساليت الرفران وصوبت واحد الانترو، دابا ما بقى لي غير نسمي الاغنيه ونسجلها ونارونجيها ونلعب لي زاسترومون كلهم، لا باس وندير شويه ديال الفيولون وشي جيتار. ابري غادي نلعبها لكم انسترومونتال ونديروا واحد الميكساج خفيف ظريف وواحد الماسترينغ مقبول، وغادي نخليكم تسمعوها معنا. والى الحلقه القادمه ان شاء الله، سمعوا معايا.